مرحبا يا هلا بالحلوين عدنا في حلقة جديدة من لعبة جرين هيل هلا بالزين وش ذا الطير؟ يا عيال وش ذا الحلو؟ هي 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 ما يعرف يصوب؟ يا عيال شو كذا يصوب؟ شو شلون؟ ترى بس معلق انا ما اقدر وات اذا علقت على لفت شيفت يبدا ها يعني يثبت شوي اصبروا خلنا نجرب اي والله لازم اعلق على شيفت اوكي طيب نبغى طير عشان ناخذ الريش حقه ونسوي لنا اسهم اكثر. وين والله نوني بصيده بسيطه في الهواء. ها <محصح> صده هلا بوي هلا بو تعال تعال شلون اغوص؟ شلون اغوص؟ تعال ايوه خذيناه خذيناه يا عيال. وكل عب الصيد الحلوه هلا بوي هارفست اوكي انا لاحظت شيء ان شنطتي شبه مليانه 47 كيلو تقريبا من 50 اعطاني ريش واجد صح؟ سبعه يب آه طيب ابغى يطول عمر السلامة مكان نحط فيه ستورج حقنا، اول شيء بالخريطة اه... تذكرون امس يوم انكب علي الحليب الله يقلعه يا يعني الحلقة الماضية انكب حليب على الكيبورد حقي والحين ما اقدر معلق الزر اوكي كان كن... كن كنزان زان زان حرف الام عاد حرف الخريطة اوكي كنزان كن زان اوكي شوى بس نبغى لنا الحين آه. هذا موز نبغى لنا يطول عمر السلامة ليش ما اقدر اخذه؟ ايه آه خريطة خريطة اشتركتها يا عيال على أبي أعرف طريقة الخريطة اكتشفت إن الخرائط نلقاها يعني في أماكن معينة آه فعشان كذا قبل ما ننطلق أو شيء العطش عنده ما أدري إيه عطش كويس الأكل ما عليه يعني عندنا حنا لحم صح عندنا لحم واحد مشوي وعندنا فواكه ناقصنا مكسرات توقع ناقصنا مكسرات طيب قبل ما نروح خل نسوي عط آه عطني عطني هذا خل نسوي لنا خل شوي لنا أكل يا عيال نسوي لونج ستيك مع ستون بليد وروب ايزي والله الستون سبير نقدر نصلحه ايوه ايروز طيب زين الخرايط لازم نلقاها نلقاها في اماكن في اللعبه لازم نمشي ندور ونلقاها ااا آه، فلازم نمشي نبدا نحرك وامطرات حلو على حظ الخايس على حظ الخايس وين اللحم بسرعه قبل ما ذا تطفى النار حط 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 ايوه هذا راح ينتهي يخرب بعد يوم حلو فيبغالنا دستروي اقدر اكل ال... طفت النار الله يقلع بالغباء اوه شوفوا اقدر اكل السبيدر السبيدر واقدر اكل السكوربيون اوكي بس ما ابغى اكلهم هذا باقي تسع ساعات يخرب فخلنا أكله اوكي آه هذه حلزونه اخذناها الحلقه الماضيه ما ادري هل اقدر اشويها ما ادري الصدق ما والله ما ادري من من من, من مخاطر خليك خليكم هنا بس انتم الحين تعال يوس يا غبي المشكله ما اقدر ذا لان فيهم مطر يا طيب مو مشكله مو مشكله هنا هذا ستون بليد وباقي لنا حبل سوينا ستون سبير صار عندنا ثلاث انواع سبير سبير عادي خايس والستون سبير هذا اوه ما اقدر اخذه لا تمزح اوكي اجل هذا خلينا نرميه اما احترق اللحم يا عيال احترق عشان ينمت يا ليل اقلع بالغباء تعال تعال عطنا لحم ثاني دمي ناقص ما ادري ايش فيه آه ما ادري ليش ناقص صراحه يديني ما فيها شيء كل شيء تمام رجولي تمام يب ما عندي اي شيء يعني ما ادري ايش فيه مدلع ذا طب خلاص خلينا نمشي وما راح اوقف لين يا اموت يا نلقى لنا شيء في اللعبه فار يا عيال شوفونا كيوت يا عمري حلو حلو يا 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 يدي 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 ليه ليه كذا في يدي انا يا عيال ما نمشي ايش فيه <applause> واخروا عني تكفون انا ناقص وش جابهم عندي انا وجع غصتهم هذول كلهم بويزن واخر عني واخر عني تكفان كفت تسلق لي... ليس ممونك ضفادع وش القريه بص وص... وش القرية يا عيال؟ هلا ابوي وش ذي القرية؟ مهجورة ذي! من ذا ترايب فيليج، إي والله مهجورة، الظاهر هنا نلقى خريطة يا عيال يا حبيبي أوكي وش فيها؟ سمول ستيك بون نايف عطني عطني في بنانا ليف حلو والله ينفع نعيش هنا يا عيال ها؟ ما في خريطه شيء تفيدني وش ذا دراير هنا نحط فيها لحم الظاهر نحط فيها لحم اصبر اصبروا الضفدع ذا هارفست خلينا ناخذ منه لحم هذا ضفدع صدناه قبل ما ادري خذيناه طيب عطانا لحم ني شوف نحطه هنا اي والله دراير اوكي شوفوا بدل ما تطبخ تخليه تنشف عشان ما يخرب الظاهر او اذا خرب يطول عشان يخرب طيب الى الان ما اشوف فيه خرايط ما في شيء هذا وشو؟ يا يسكت اسكت لا ما حطك هيكل عظمي يا حبيبي راس راس قرود يا عيال شوفون يووك ما ما في اي شيء اووو همك اوه هامك. نقدر نام هنا حلو وشو ذا ريتشوال سمول فاير لازم نحط سمول فاير هنا عشان نبدا زي كذا طقوس غريبة بسم الله حط 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 ما... اوكي ما يقدر كنسل سمول فاير والله ما ادري يمكن حط تحتها سمول فاير اوكي لا لا صح صح تعال تعال يا ليه بتمطر يا اخي انا وش وضع ام المطر كل شوي جايني اوكي ريسبي انا ايش دراني وش الريسبي طيب يبغون خلطه تستهبل انت خذ ح... هذا خذ سمكه يلا ما ضيعنا وقتنا على هذه على الفاضي للاسف يلا مو مشكله ما ما في شيء في القريه يعني فاتني اوه بيرن باك باك شنطه محروقه هذه الخريطه حلو اوكي هذا وشو ما ادري وشو وهذا ما ادري اوكي بس الظاهر طيب الخريطه راح تكون كذا لامدا 2 وش ذا؟ هذا يقصد ولو شو احنا ويننا طيب؟ احنا هنا ولا هنا؟ ظاهر احنا هنا والله اني ما ادري تمزح وش اللي جرحني لا يكون يا الله والله ما ادري وش جرحني تعال 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 يا غبي يا غبي شلون نسوي المشروب هذا يقول سوي المشروب هذا عشان ترجع ذكرياتك او ذاكرتك يقول وشيك على لامدا 2 لوكيشن وهذا لامدا 2 ولا ايست ويست نورث ساوث يعني المفروض تكون ايست تكون لو احنا هنا هي تكون ايست تكون يمين اصبر وين بوصلة ايست هناك تكون اذا احنا هنا بس هل احنا هنا يب احنا هنا يب يب احنا هنا تشوفون على النهر هذا فنتجه كذا يب يب نتجه ايست مشينا مشينا لو مشينا على النهر راح يجي على يميننا فمروض نمشي على جوار النهر يعني اللي نلقاه فبرجع انا شوي وبمشي على النهر زين النون هير هذه اللي عالجتني بالحكه فاحتاجها صراحه انقلع <applause> انقلع تعال يا والله ما عندي مكان شوفون الدود يا عيال لا لارفا وش ذا الدود جمع جمع والله ما ادري زبد هذا عجزت اخذه خلني اسوي فيه باندج يب ليلي دريسنج خلني اجهزه وخليه عندي في <applause> الشنطه احسن ها وين ذا والله اني ضيعت اوكي اتوقع انه فوق هنا اتوقع والله اعلم يا رب انه صح عليك قسم بالله الخريطه صعبه شوي يا عيال اللاعب عطشان ما ادري اقدر اشرب من ذي المويه ولا وسخه وش حلزونه اشرب يا واد اشرب 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 ان شاء الله افا ايش فيك زينه زينه محلال شلال شلال مويته زينه معروفه حلو اللياقه عندي زيرو يا عيال يا الله حين بتكسر علينا ذا الله يقلعك يا شيخ يا غبي ما اقدر اركض ولا شيء شوف اللياقه صفر حقنه ما احب آه نعسان يا قلبي كل ده عشان نعسان من اول نم يا رجال خليك مكانك زين اي ارقد ارقد يا عمري اوكي المفروض انه هنا فوق لكن المشكله ظلام واللاعب تعبان يبغى ينام الله يقلعه اتوقع <applause> انه <applause> <محبكة أدوى> هنا فوق <applause> بسم الله الرحمن الرحيم ايوه في حبل تشوفون يا الله نبغى جرابلينج هوك طيب شلون بس ابدا هذا المكان لقيته ابشركم يا كثر ما يغمى عليه ذا الدلوع يا اخي كملها نومه تكفى والله انا تنام اصلا وش في يده وش في يده يا عيال وش اللي في يده الله يقلعه يدك ايش فيها انت يا المريض كل شيء طالع لي بشيء تعال تعال ورناه هذي صح وور دوده يا تشوفون في دوده فيني يا حيا فيني دوده عطنا عطنا دبوس ولا اي شيء تكفى هذا هذا تعال ايوه يا فقعناها طلعنا الدوده يا عيال قسم بالله اللاعب في ثنتين رجلك بعد فيها في جرح حلو عادي مشكله وش ذا الدود؟ يا <applause> كثره يا كثره ذا يا عيال لعبة كرمشه يا عيال كل ما تسطر انا الله يستر الله يستر ما ادري شلون صراحه طيب نبغى نتسلق علمني شلون اتسلق <applause> ما تعال 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 ارقد يا عمري ارقد ما قصرت الله يقرعك والله يوحقنا كل شوي راقينا دود وحالته حاله ومتجرح لابس لي نص كم وشورت ما ادري ايش احس فيه ايش صار؟ آه! اه متنا 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 يا عيالك يلعب الغباء <applause> يلا يلا مو مشكله مو مشكله طيب وين بيرجعني؟ بيرجعني اوكي كاني ما سويت اي شيء اوكي تعال على طول حط لي لحم هنا آه للمستقبل يب يب حط لهم خلهم ما احنا مستعجلين عليهم هذول خلوهم هنا يشوفون وش هذا؟ بل وش اسوي اذا؟ هارفيست هذا باخذه من الشجره انا الظاهر انون رو والله ما ادري وش اعطاني الزبده بامبو دراير طيب هنا الخريطه جيب شاركول فحم وش الطريق؟ هذا ما طريق واضح انه يقول تعال امش فيني ليانا وش ذا؟ شوف الاحمر يا عيال الض... وش ذا؟ او تي الله ما ادري وش ذا؟ اوكي احنا هنا نبغى نروح ورا زياده اوكي بس مشكلة ما نقدر نمر لان في ذا الجزار خلينا نروح من الجهه الثانيه اوه مكان ثاني نتسلقه هنا طيب تعال يعني شلون لازم نتسلق عشان نروح هنا فوق يا مع البوابه هذه يا نتسلق اوكي يا عيال عند قريت قريت شيء مهم مره مشينا مشينا رجعنا للمخيم اوكي حلو الحين نبغى نسوي الخلطه اللي طالبينها هم طيب شلون نسويها او وش هي الخلطه يا اخي ازعجتوني انتم كل شيء حسب في وحش ولا شيء يقولون اقرا البيرن بيجز هذه المحترقه اوكي ريليجيس ريتشوالز آه، اوكي طيب بسم الله ي... اه مكتوب يبغى ب مدري <applause> وش سكراب وايش؟ وسايكوتريا من اجيب لك اياها هذه الاشياء انا؟ اوكي هذه مدري ادري خلنا ناخذها توباكو فلاورز اخيرا جبنا توباكو فلاورز هذه نعالج فيها حلو 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 نعالج فيها السموم كويس اوه لقيت لقيت مكسرات اخيرا اصبروا كم كم عندي انا؟ عندي ناقص <applause> مره الاخضر شوفونا هذه مكسرات المفروض تزيد لي. اي والله زادتها يا عيال والله صعب الدايت هذه اللي لازم نجيبها. هذا وش هي؟ عطنا. اوكي اوه سيكاتوريا ما ادري لقيتها. لقيتها لقيت لقينا واحده من انواع الاعشاب اللي بيها طيب. وش ذا؟ بويزن فرق يستر لا يسممني عشان يمسكته اه هذه هي عيال شوفونا حقت الاشجار جبها جبها على الشجره نفسها تستهبل تستهبل في مكان اوكي بسم الله طيب شو فيها الحين انسرت ايوه هلا ابوي بدينا الطقوس لا 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 الله يستر جانب بالعافية الظاهر راح يستفرغ الحين ويدوخ علينا. هاي وات ار يو دوين هير؟ صغير. تبي نلحق؟ تعال تعال ولد ولد الله يستر يا الله يستر من اللي بيصير. الله يستر ولد ولد تا تا ركضته. ودان عند البوابه تشوفون. اها طيب <applause> انا لقيتها بدون ريتشوال يا عيال قاعد اتمشى ولقيتها بس شلون الحين ندخل؟ وات؟ دخلنا؟ وش السالفة؟ وش السالفة؟ اها شوف قام يرقص حق المحادثة معناته في احد بيكلمني كيد؟ Hello.

انا مستايلك يا شيخ هذي هي تشوفون شوف عند القارب يا عيال ايوه شكلها زبنت وركبت القارب وحطت رجلها وخلتني يا عيال طيب الحين وش نسوي؟ تاتش ما غير تاتش يا اخوي خلاص خلها ايوه أها، هنا مثقفين <applause> بعدين هذه الظاهر في البدايه قابلونا بالسيوف بعدين او بالرمح بعدين حبه حبه تعرفوا علينا بعد الحين صاروا يثقون فينا شاركونا سرهم ايش سرهم؟ يا لا طيب والله قاعد تشرب معهم وانا ما يعني انا طبعا ما في مسحب علي جفت ايش الجفت هديه Oh! Come in, please! I need you! What? Mia. Wait! I'm here! What? Hello? <laughs> Jake! Please! Mia I can't live without you! <laughs> Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias. <laughs> <laughs> اوكي هي كويسة حاولت تتكلمني ولا قدرت ارد عليها ما ادري غريبة فهمت هو عيال الحلقة الماضية مو انا اول ما كلمتني قعدت اركض واعطاني زي كذا اللي تو شيء ظلام وقاعد اركض بعدين طحت بعدين صحيت عند البحيرة الصغيرة فقدت الذاكرة بعدها اوكي تقول علمني وينك فيها حبيبتي انا عند الفيليج قامت تقطع اوكي اوكي طيب <applause> ما اقدر اروح انا هناك ما عندي اوه ما عندي عيال قرب هوك اوكي يقول لي انتظر للبطاريه تشحن آه, ما عندي مشكله انتظر بس هل اروح ولا ما اروح تشارجنج 8% لسه اوكي 9% تبغى ناخذ لنا قيلوله يا عيال خلينا ناخذ لنا قيلوله الساعه كم الحين كم الساعه الساعه ستة الصبح يا حبيبي خلينا نعمل لنا ساعه كذا ولا لا لا شحنت الساعة صحني 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 شحنت الساعة قصدي هذا التوكي توكي اوكي هي بخير هذا اهم شيء تقول انا انا كويسة اهم إن ركز على نفسك اوكي كذي تبن غبية ما تبي تعلمني وينها فيه مو راضي تعلمني وين مكانها بنت الذين ما تبغاني اجي تبن قلعين مريضة اسمع لما يا رجال المتخلف هذي طيب الحين البوابه هذيك اقدر ادخل معها خلينا نجرب اوكي اكلي كيف كل شيء فول حلو فللوني يعجبوني كفو عليكم انفتح الباب تشوفون انفتح اوكي المهم الحين نشيك على المكان هذا اللي انا فيه الحين بس اني سبكتهم على العموم فا وش هو ذا ستون هلا والله طيب خلنا مره نشوف ايش فيه الحين حنا تعدينا هذه آه دخلنا هنا خل خلنا فوق خلنا في الهاي جراوند يا ولد لا يجي احد يقدر فينا غريبه للان ما قابلت جاكور ولا شيء نمر يعني وكذا طيب انا الحين وين رحت, رحت رحت هنا ورحت مين انا الحين هنا في المنطقه هذه عند النهار كوكنات عطنا عطنا نشرب مويه آه يا حمار راح انقلعي، اوه حسبت نمر يقلب عليك بدهم هذول موجودين معناتها ان شاء الله امور مكاننا زين ما في نمور ولا كان لقيناهم ميتين اوكي ما في قريه ما شكلها بس جبال وكذا اوكي في على اليسار شيء احنا هنا الظاهر شوفون هناك في شيء احنا وين خل نروح لا خل نروح عشان نعرف مكاننا خل نروح لا الو يا وين انقلع نيو دايلوج اوكي وصلنا وصلنا مكان اي دوك اللي هو مكان حق القوارب وكذا لا والله من اتشور اوكي هذا نقدر نخزن فيه حلو 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 انقل يا فاضل فاضي لك كار باك سيت نقدر ننام فيه باج نوتس حلو مكسرات طيب ابغى هوك يا عيال وخربيته وش ذا الحلو ذا <صفحيح> <سؤال> <صحيح> <ولو> وش هذا <ده>؟ الحلو سوري سوري معليش هو ابوي وش ذا ووتر فلتر اوه ما بار ضار نحط هنا شيء تحت نحط وعاء او شيء طيب طيب ممكن بالكوكونات نسوي شيء زبده ما علينا آه في مويه موجوده هنا كل شيء تمام الحين انا سويت سيف فابغى ابغى اموت ابي مو اني اموت لا ابغى اوه نفس السبير حقي اوه شوفون حق صيد ديم مدري مسويه بيرانا هذه اسماك اللي تقرطك تاكل لحمك فلازم ما نسبح لنا في الغالب راح تكون فيه موجوده في المويه طب احنا وين؟ احنا هنا خلينا نروح الجهه الثانيه طيب الجهة الثانية راح تكون ايست فخل نروح ايست ايست كذا ونشوف ان شاء الله نلقى لنا شيء انا ابغى ابغى القى بشر ابي يجلدوني عادي ما عندي مشكلة بس ابغى اشوف ابي 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 قرية سمعتوه وبلنقة هل هم محاربين؟ شافني ابلع محارب هذا يا الكلب ذبحته 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 لا حد يقدر فيني اهم شيء نعم حمار وأنا قلت لا تقدرون فيني تقدرون فيني ليش تعالوا والله جلدتهم يا عيال حول 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 عطني سبير حقي لا ترجمني يا ورع ارمي البو حقي وعطني سبير اوكي هذا هذا سبير حقهم يا عيال خذيته وياو وتعال نوريك يا ورع اوه ذبحت قاعد قاعد اسلخ واحد منهم يا عيال سهل فاعطاني اسهم اعطاني اسهم تعال <تكلمة> تعال خلينا نجرب البو حقهم وين الملحوس ذا اطلع لي هذا مشكلة بطيء اللاعب يا مريض اسكت قاعد احاول اقتلك انا وانت قاعد تغني صدته يا ورع ايش قلنا عن الترجيم؟ مو قلنا ممنوع نرجم؟ يا حمار انا حتى انا ارجم ترى كلب حمار انا ارجمك بعدها نبي ابلع بس يا حمار ابلع بس يا غبي رجع لي سبير حقي رجمني لين ادنت جلدناهم يا عيال اخذنا استولينا على قريتهم دمي دمي ناقص دمي ناقص الزبده فاير ستارتر لما نبغاها اسهم اسهم حلو سهم ذي اعطي سهمي وش القريه الخايسه يا عيال جلدتهم انا اوكي وينهم؟ هنا ضارب جلدتهم بس على الفاضي يعني ما اعطوني شيء هذي الحوم هم! ما بيها ما بي لحم بشر الله يقرعك وخر ابي ابي اسهم يا اغراضي تعال تعال والله طلعوا ايزي سبايك فذر فذر مدريش. ما ادري ايش ما ابغى ما ابغى لحم لحمك ما بيه خله لك يا الخايس انا الظاهر لاعبي متدمج بعد ما يب ظهر جلدوني ايوه في جرحينا وجرحينا اوكي نحتاج اثنين باندج أو عندي باندج انا تعال 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 ورني رجلك بسرعه واحده هنا ركبها حلو هذا لازم تروح هذا المكبر معناته اني خلاص عالجت كل شيء ليكن بعد لسه في ديني في شيء ظاهر ديني لسه فيها اي والله جرحوني لين كوكو نت بول اوكي اخذنا يا عال هذه ممكن نحط فيها مويه ونعبي فيها المويه بنانه منتهيه الله يقرحهم طيب كام فاير اش هذا رماد ما ادري نحتاجه عطنيه فيفر عندي مريض اللاعب يا عيال وش انت ماكل يا غبي الله يستر وودن وودن فيكشن حلو 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 اللاعب قاعد يموت الزبده قاعد يحتضر اني حمى بس ما ادري ايش الحل معها هل هل لازم انام والله كل الجروح انام الوسخه الظاهر لاني ما غسلت المفروض غسلت الله يقلع العب الغباء عالدة غاتني الله يلقحها الله يلعن بيسا سمعت صوتها بنحاش منها ورحت لها وش ذا بعد في في دودة أنا ناقص كدود أوكي رحنا فيها عيال وضعي مرة خايس متنا حلو شوفوا اجتمعت على كل المصايب الدنيا أوكي أوكي كل شيء قاعد يرد أوكي الحمى الحمى راحت لكن لسه دم ناقص طيب هل اقدر آه... وين وين الكوكونات يس حطينا الكوكونات حلو 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 خليه تعبي مويه الحين بغسل يا بنموت مات مات صح مات يب مات مات سوفر سوفر يب يب متنا انفكشن هو اللي قتلني شو اسوي يا عيال؟ شو اسوي؟ حاولت احط عليه شيء عجزت خلاص التهب قد التهب. الله يقلع صعبه اللعبه يا اخي بس حلو احنا مسيبين. وعرفنا كيف نعبي مويه بالكوكونات حلو امورنا زينه. راح نوقف هنا، ان شاء الله لا في القناه لكم مقطع. سلام.